السؤال الأخير، ما حكم الجهاد والذهاب إلى سوريا وماذا تنصحنا اتجاهه إلى آخره؟ نحن ندعم إخواننا في سوريا ونقدم لهم الدعم المناسب المادي والطبي والإغاثي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وأهل بلدنا مصر أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يحفظها وأن يحميها من شر الأعادي وكيد الأفاعي. هذه البلاد على مدار التاريخ كانت عوناً وردءاً ونصرةً لبلاد الشام، بل كان حاكم مصر هو الذي يحكم بلاد الشام. يعني سوريا كانت بتحكم من إيه؟ من القاهرة. كانت سوريا تحكم من القاهرة، وكان الولاة والأمراء يتوجهون إلى سوريا منين؟ من القاهرة. والجيوش التي حلت بسوريا فدمرتها أو أذلتها انتفض أهل مصر، فكانوا سبباً لقمع هؤلاء المعتدين. كان ذلك في القديم، وكان ذلك في العصر الإسلامي، وكان ذلك أيضاً في ذلك العصر الذي نعيش فيه. فنحن أهل مصر نحن متدربون على مدار التاريخ أن نكون أصحاب مسؤولية تاريخية، فنحن مسؤولون شرعاً عن الإسلام، ونحن مسؤولون شرعاً عن ديار الإسلام. وهذا الرجل الكافر المجرم بشار الأسد لا وفقه الله ولا هداه الله إلا إذا أراد الله تعالى به خيراً فهداه، وهذا ما نرجوه. هذا الرجل على دين يخالف دين الإسلام، وهو الدين النصيري، حيث يعتقد بألوهية علي رضي الله تعالى عنه، ويعتقد بخيانة محمد للرسالة، ويعتقد بتناسخ الأرواح، ويعتقد بحل الحرمات. ليس عندهم حرام ولا حلال، لا يعبدون إلها ولا يوقرون ربا ولا يتوجهون إلى قبلة إلا إذا كان ذلك ذرا في عيون أهل السنة. ثم إن هذا الرجل كأبيه كان إلبا على أهل الإسلام وحربا على أهل السنة، ثم كان هو وأبوه كأجداده من الرافضة القدامى الذين كانوا سببا في نكء الإسلام وجرح أهله والقضاء على حضارة الإسلام في بغداد وبخارى وسمرقند وغيرها من ديار الإسلام. فعندما قام إخواننا من أهل السنة في سوريا غيرة وغضبا لله ورسوله ولدين الله، وغضبا للأعراض التي تنتهك وللحرمات التي أيضا تنتهك، كان جهادهم هذا جهادا مشروعا، ودعمه من قبيل دفع الكافر عن ديار الإسلام، ونحن نقوم بهذا الواجب ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. أما أن يسافر شباب أهل مصر للاشتراك في هذه المجهودات الحربية ضد هذا النظام الآثم، فلا أرى ذلك جائزا. هم ليسوا في حاجة إلى شباب، هم في حاجة إلى مؤنة وإلى أن يحملوا ماديا ومعنويا وطبيا. وهناك معلومات وصلتني من طرق موثوقة أن 30 شابا في سوريا يملكون سلاحا واحدا. يعني 30 شاب معهم ماذا؟ معهم سلاح واحد. فلو ذهب شباب أهل مصر إلى هناك، ما الذي سيحدث؟ سيكون هناك الثقل أعظم. فالأولى أن نساندهم وأن نساعدهم، ولكن لا أميل إلى سفر شباب الإسلام، لا سيما أن ديارنا
معرضة لحرب شرسة ربما نرى نيرانها بعد قليل. نحن الآن لا نرى شيئا وإنما نرى دخانا، نرى دخانا ينبثق من تحت الرمال، ولكن من يدري، لعل بعد قليل ينبثق هذا الدخان عن نار تحرق، فيحتاج إلى سواعد الشباب الأجلاد الذين يخمدون هذه النيران. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا وأثابكم الله وأدام الله عليكم أيامكم خيرا وبركة وسرورا وفرحا وحبورا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يهدينا وإياكم إلى كل بر، وأن ينفعنا وينفع بكم، وأن يهدينا وأن يهدي بكم، وأن ييسر لنا سبيل الهداية، وجزاكم الله خيراً.